موجز للأنباء، أهلا بكم. والبداية ستكون بآخر مستجدات الحرائق المندلعة في شرق البلاد. قالت الحماية المدنية في بيان لها إنه تم تسجيل خلال 24 ساعة الأخيرة 118 حريق غابة أدغال وأحراج على مستوى 21 ولاية. ففي الطرف تم تسجيل 31 حريق، بسوق هراس 14 حريق، بولاية سطيف 10 حرائق، بولاية قلمة 12 حريق، سكيكدا 10 حرائق، قسنطينة 5 حرائق، بجاية 12 حريق، ميلا 5 حرائق، تيبازا 3 حرائق، شلف 3 حرائق، عين دفلاء حريقين وحريق واحد، بكل من ولايات تيزي وزو، باتنا، عنابة، أم البواقي، البليدة، برج بوعريريج، جيجل، المدية، عين تيموشنت، البويرة وولاية جيجل. وبلغ عدد ضحايا حرائق الغابات التي نشبت في شرق البلاد 38 ضحية صبيحة يوم الخميس، حيث ارتفع عدد حرائق الغابات التي مست ولاية الطارف إلى 30 وفاة، منهم 11 طفلا، 13 رجلا و6 نساء حسب إذاعة الطارف. وتم العثور على 5 جثث من عائلة واحدة ينحدرون من بلدية مدور روش ولاية سوق هراس فجر اليوم. وتوفيت امرأة في الخمسينيات وابنتها التي تبلغ من العمر 31 سنة بولاية سطيف عقب الحرائق التي اندلعت أمس الأربعاء. وبقلمة أعلنت الحماية المدنية عن وفاة شخص واحد يبلغ من العمر 72 سنة، توفي إثر استنشاقه للدخان جراء الحريق المندلع بكاف أصبحي. من جهته كشف المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى عن إخماد 38 حريقا بين ليلة أمس إلى غاية صباح اليوم الخميس بولايات مختلفة من شرق البلاد. وفي جيجل تمكنت مختلف فرق التدخل للحماية المدنية من الإخماد الكلي والنهائي لجميع الحرائق ذات الأهمية. وفي نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي مساء أمس الأربعاء، قال وزير الداخلية كمال بلجود أن 106 حرائق تم تسجيلها منذ بداية شهر أوت الجاري في مختلف ولاية الوطن. وعن عدم استخدام الطائرة الخاصة بإخماد الحرائق المستأجرة من روسيا، قال الوزير إنها تعرضت لعطب وسيتم إصلاحها يوم السبت المقبل. وعن الأحزاب، دعا حزب العمال المواطنين الذين قدموا مساعداتهم بشكل طولي إلى الولايات المتضررة من حرائق السنة الماضية للتعبير بكل الوسائل المتاحة عن تضامنهم مع السكان المتضررين. وتساءل الحزب في بيان له عن مصير مطالب رجال الحماية المدنية الذين عبروا مرارا وتكرارا عن مطالبتهم بمزيد من الموارد البشرية والمادية. كما تساءل حزب العمال عن وسائل مكافحة الحرائق التي تم التعهد بها خلال حرائق السنة الماضية. وطلب الحزب الدولة بإعلان حالة الكوارث الطبيعية وإعلان مخطط لها. دعت حركة مجتمع السلم حمس جميع السلطات العمومية المركزية والمحلية وجميع القوى السياسية والمجتمعية إلى تضافر الجهود في محاصرة هذه الحرائق وتجنيب المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من مخاطرها المحدقة. وقالت حمس في بيان لها إنها تضع جميع إمكانياتها البشرية والمادية من مناضلين وهياكل ومؤسسات تحت تصرف الجهات الرسمية لمواجهة الحرائق.
دوليا أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيكا اليوم الخميس بأنها أحالت ملف القناة التلفزيونية الخاصة حنبعل على وكيل الجمهورية المختص من أجل شبهة تبييض الأموال وذلك في تونس. وذكرت الهيكا في بلاغ أنها قامت بهذا الإجراء ضد القناة بعدما سجلته من تواصل التعتيم على ملفها المالي خاصة في علاقتها بالوثائق المحاسبية التي تبرر مصادر تمويلها والتحويلات المالية من وإلى الشركة التركية أربلاينز صاحبة النصيب الأكبر في رأس مال الشركة المستغلة للقناة وبالعمليات التي وظفت بها. في المغرب قضت محكمة مغربية بالسجن عامين مع النفاذ في حق المدونة فاطمة بوعزة التي أدينت بتهمة الإساءة للدين الإسلامي على خلفية منشورات لها على موقع الفيسبوك وفق ما أفاد شقيقها لوكالة فرانس بريس. وقال شقيق الضحية إن المحكمة الابتدائية بمدينة وادزم أدانت شقيقته بالسجن النافذ عامين بسبب تدوينات على فيسبوك اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي. ووصف هذا الحكم الذي صدر الاثنين بالقاسي الذي يعيدنا سنوات إلى الوراء، مشيرا إلى أن شقيقته سوف تستأنفه. واعتقلت فاطمة كريم في 15 جويلية لملاحقتها من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينات تعبر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي بحسب ما أضاف شقيقها. كان هذا آخر خبر لأول موجز لنهار اليوم. ندعوكم متابعينا للاشتراك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا والاشتراك على قناة اليوتيوب الخاصة بنا راديو أم ومتابعة أخبارنا على موقع راديو-أم.نت وبغرب إمرجان.نت. إلى اللقاء.